العيد لا يحلو إلا ببعض الحلويات التقليدية، هكذا تجيب بعض النسوة عند سؤالهم عن إعدادهم للحلويات، لكن العديد منهن فضلن شراءها جاهزة بسبب التكاليف الباهظة للوازم الحلويات والتي تتجاوز قدرتهم الشرائية، ناهيك عن ضيق الوقت لدى العاملات منهن. كل شيء راهو غالي حقيقة، ماشي غير القطوة، فرحة تاعنا وتاع الدراري يحبوا هكذا يخدموا معانا، هاي كيما هذه هاي اللي تحب تخلط معايا. لا ولا غنشري خطرات باش تشري حاجة الغالية ما تشريش، مي بصح دوك ولاو الدوزة اللي تشريهم كيما البري اللي راح تشريه القاطو. أنا جي بخيفر تخيري خطرات تقولي نشريها طالعة وما نشريهش دوزة، خاطر كيف كيف، شوفي الزبدة شحال يدير، شوفي البيض شحال يدير، 1700 حبة تاع البيض. أصناف عديدة للحلويات بأسعار يعتبرها الباعة مقبولة مقارنة بالأعياد السابقة، في محاولة لاستقطاب الزبائن بالاحتفاظ بهامش ربح بسيط. دوك الناس بريفيري تشري خير الحلوة هنايا، خير ما تخدمها في الدار، تقدر تسقم لها رخيصة. والله غير سيدي بري ريزونابل، حنايا دي بري والله ما زدنا ماشي غروند شوز بارابور السلعة هذه المواد الأولية هذه اللي زادت. ما ماشي غروند شوز، ما والله ما زدنا بزاف. ابارتير نقول لك فو كونتي لاندي ماردي يبداو الناس يديروا لي كومون تاعهم، الكومون تاع العيد، كاين اللي يجوا من اورويلايا يشريوا لهنايا. اللهيب الذي تعرفه الاسعار هذه السنه كان سببا وجيها لتقليص لائحه انواع الحلويات بالنسبه لبعض العائلات، وتبقى السعاده الاكبر في العيد بتجمع العائله ولم شملها.